13 عاما مرت على رحيل أيقونة الأنوثة. الفنانة الكبيرة هند رستم عام 2011 غياب يزداد معه حضورها في قلوب محبي الفن. الفاتنة التي تركت بصمتها الخاصة على الشاشة الفضية ولدت عام 1931 في الإسكندرية على ضفاف المتوسط وأمواجه الجامحة. انتقلت إلى القاهرة عام 1946 حيث لعبت الصدفة دوراً كبيراً في دخولها مجال الفن عام 47 حين رافقت إحدى صديقاتها إلى مكتب إنتاج لتجري الصديقة اختبارات التمثيل. لكن هند أجرت اختباراً ونالت الإعجاب وحصلت على أول أدوارها في فيلم أزهار وأشواك، وكان لها ظهور صامت في فيلم غزل البنات. توالت أدوارها المساعدة حتى كونت ثنائياً فنياً مع المخرج حسن الإمام في الخمسينيات، ومنحها البطولة في عدة أفلام منها الجسد واعترافات زوجة. وانطلقت بعدها مارلين مونرو الشرق لتصل حصيلة مشاركاتها إلى نحو 90 فيلماً، منها 4 أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. هي رد قلبي وباب الحديد وبين السماء والأرض وصراع في النيل. وختمت هند رستم حياتها الفنية بفيلم حياة عذاب الذي قدمته عام 79 واعتزلت بعده الفن وهي في قمة مجدها. تزوجت هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا والثانية من الطبيب محمد فياض، ولها ابنة واحدة من زوجها الأول. وأكدت ابنتها أن والدتها لم تكن تحب لقب ملكة الإغراء.